سلام، معكم إيمان. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. بالنسبة للفيديو اليوم فغادي يكون على كيفاش تقدروا تلقاو لي بوست اللي تفاعلتوا معاهم في انستغرام، سواء بلايك ولا بكومنتار ولا حتى في ستوري. باش نقدروا نديروا هذا الشيء، اول حاجة كنبركوا على دوك 3 ديال الشريطات الفوق، من بعد فوتر اكتيفيتي. هنا بغيت غير نشارك معكم واحد الحاجة دابا في المونتاج. كاينه واحد لوبسيون لي زوينه بزاف، هادي ديال لو طون باسي. بهاد لوبسيون تقدروا تحددوا بالضبط شحال ديال الوقيته اللي بغيتوا تبقاو دوزوها يوميا في انستغرام، يعني نتوما تقدروا تحكموا في هذيك الوقيته. ومني كتكمل راه كيطلعوا لكم واحد النوتيفيكاسيون، تقدروا تكملوا في انستغرام من مورا ديك النوتيفيكاسيون، ولكن على الاقل كتكونوا عرفتوا شحال ديال الوقت بالضبط اللي دوزتوه. من بعد انتراكسيون، تارو سوا جيم ولا كومونتير ولا لي ريبونس على لي ستوري. بالنسبه لهنا لي جيم، غادي تلقاو كاع لي بوست اللي درتو ليهم لايك من النهار اللي كريتو فيه الكونت حتى لدابا. بالنسبه لهاد الترتيب اللي كيعطيوه لكم في الاول، كيبدا من اخر بوست وانتم راجعين، ولكن تقدروا ديروا العكس بهاد الفيلتر اللي كاين تما، تري اي فيلتري. تقدروا ترتبوا بالعكس، يعني من الاقدم للاحدث، وهكا غادي تلقاو لي بوست اللي تفاعلتوا معاهم منين يلاه كرييتو الكونت ديالكم، مش حاجه اللي زوينه بزاف. من بعد كاينين حتى لي كومونتير اللي كنتو كتبتو من نهار، نفس الحاجه حتى هي من نهار اللي كرييتو الكونت حتى لدابا، وتقدروا حتى هما ديروا ليهم هذا الفيلتر. ما كاينش غير هذا الفيلتر، كاين حتى على حساب لادات ولا على حساب شكون اللي بوبلي البوست، و لي ريبونس على لي ستوري حتى هما نفس الحاجه. وحتى هاد لي ريبونس على لي ستوري حتى هي ممكن ديروا ليها القضيه ديال الترتيب، تري اي فيلتري صافي لي زافي. دونك هادشي اللي كان بالنسبه لهذا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي.